ادينا قاعدين ومستنيين يا عالم هيجي امتى. بصراحة أنا مش عاجبني وقف الحال اللي احنا فيه ده، احنا لازم نعمل حاجة. وبعدين أنا مش فاهمة يعني احنا مالنا، واحد أمه اتجوزت من وراه واتخانق معاها، يعاقبنا احنا ليه؟ عشان قلنا كلمة الحق. طب بصي بقى، أنا عايزة أقولك على حاجة مهمة جدا. أنا عارفة إن احنا الاتنين ضراير، والضراير مهما كانوا بيعاملوا بعض حلو بيفضل كده لسه في حتة في القلب. الصراحة في حتة في القلب. طب احنا بقى عايزين ننسى الحتة دي خالص ونردم عليها وندفنها. قصدك ايه؟ قصدي يا ستي ان احنا نركز في اللي جاي دلوقتي. مشكلة ميشي وامه احنا ملناش دعوة بيها خالص، نسيبهم هما يحلوها مع نفسهم. ولازم يبقى شغلنا الشاغل الفترة اللي جاية ميشو وبس، عايزين ندلعه وننسيه كل التوتر اللي هو عايش فيه ده. ايوه، واحنا اصلا هنجيبه البيت ازاي؟ ما انتي بقى هتروحي تصالحيه وتجيبيه البيت. لا روحي انتي. لا لا لا، ليه بس كده بقى يا رحمه الغلاسه دي؟ انا اخر مره رحت له سمعت كلام زي الزفت وهددني بالطلاق، يعني انتي يرضيكي اروح له تاني يسمعني برضه كلمتين ما لهمش لازمه ويهددني تاني بالطلاق؟ لا الصراحة ما يردنيش. بذمتك من قلبك الكلام ده؟ لئيمة قوي.